أحسن الله إليكم. المرسلة فاء نون بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: ما حكم قص المرأة لشعرها من الأمام إذا لم تقصد بذلك التشبه بالكافرات؟ وما حكم لبس الكعب الذي يحدث صوتا؟ قص المرأة لشعرها هذا من العبث ومن التمثيل بالشعر، وفيه تشبه بالكفار، ولو قال من قال إن هذا ليس فيه تشبه، لأن هذا ما عرف ولا درج إلى مجتمعات المسلمين إلا عن طريق التقليد الأعمى للكفار أو النساء اللاتي لا تبالي بأمور دينهن وكرامتهن. والمطلوب من المرأة توفير شعرها وإصلاحه، لأن ذلك من جمالها ومن زينتها. نعم الشيخ، كثيرا ما يأتي مثل هذا السؤال، نعم، شيء من التشبه، يقول السائل: أنا لا أقصد به التشبه، هل من كلمة في هذا، في الفرق بين من يتشبه مثلا في الظاهر ويزعم أنه لم يقصد التشبه؟ العمل الذي لا يجوز لا يجوز فعله، سواء قصر التشبه أو لم يقصد. وقص المرأة لشعرها من باب الزينة هذا من العمل الذي لا يجوز، لأن الزينة في بقائه وفي إصلاحه، وإنما يجوز للمرأة أن تقص من شعرها عند الحاجة إذا كان هذا لأجل الحاجة، أن كان ثقيلا عليها أو هي فقيرة ولا تستطيع ما يصلحه فتقصه من باب التخفيف عنها وتخفيف المؤونة، هذا لا بأس به كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأما قصه للزينة هذا بالعكس، الزينة في بقائه وإصلاحه والعمل على تحسينه بالفرق والمشط وغير ذلك من ما يصلح الشعر ويجمله. نعم، لا بقصي. هناك فئات شيخ لم يؤتوا من عيونهم، أتوا من قلوبهم، أصبحوا يرون الزينة في قصي ليس في توفيره كما تقول، لأنهم يحبون أعمال الكفار وما يرد من الموضات الأجنبية، فيعملون هذه الأشياء تقليدا للكفار وعملا بهذه الأشياء الغريبة، لأن الشيطان يزينها للناس. نعم.